السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في درس اتصال دالة إعدادية. التمرين فيه دراسة دالة وفيه تطبيق مبرهنة القيم الوسيطية في الحالة العامة ديالها. إذا هذا من التمارين المهمة اللي حاولوا تصوبوها قبل ما تشوفوا الحل. إذا نبدأ بالحل. إذا السؤال الأول دراسة تغيرات الدالة F. إذا تغيرات الدالة F خصنا نحسب F بريم ومن بعد ندير جدول التغيرات. إذا F بريم ديال X، إذا عندنا X 4 X و 3، إذا عندنا 4 X و 3 ناقص 3 X زائد 1 على 2. إذا الاشتقاق، الاشتقاق ديال 4 X و 3 هو 4 في 3 أي 12 X مربع. الاشتقاق ديال 3 X هو 3 والاشتقاق ديال 1 على 2 هو 0. إذا نحاول نعملوا هاد الحدود اللي عندنا من الدرجة الثانية. إذا كنعملوا 3 كيبقى لنا 4 x مربع ناقص 1، اي هنا ممكن نديرو 2 x مربع. هذه مسابقة هامة، اذا ممكن نكتبها على شكل 2 x ناقص 1 عامل 2 x زائد 1. اذا هنا غادي نديرو الجدول. اذا عندنا f بريم دي x وعندنا f ديال x، إذا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. F بريم كتنعدم إلا درنا F بريم X كتساوينا صفر، إذا كيجينا إما جوج X ناقص واحد كتساوي صفر أو جوج X زائد واحد كتساوي صفر. إذا يجينا X كتساوينا واحد على جوج أو X كتساوينا ناقص واحد على جوج. إذا ناقص واحد على جوج، واحد على على جوج. إذن إذا الإشارة F بريم بما أن هذا اللي حدودية، فما بين الجدران كيكون عندنا إشارة A اللي هي 12 في هذه الحالة أو عكس إشارة A، وخارج الجدرين إشارة A. إذن الدالة غتكون تزايدية تناقصية تزايدية. بقى لي نحسب النهاية ديال F في ناقص لنهاية. إذا بما أن الدالة حدودية فنهاية ألف هي النهاية ديال الحد اللي عنده أكبر أس اللي هو 4 X أس 3، إذا هو ناقص لنهاية. وكذلك الليميت ديال F زائد لنهاية، كذلك النهاية ديال الحد اللي عنده أكبر أس، إذا كيعطينا زائد لا نهاية. إذا زائد لا نهاية أو هنا ناقص لا نهاية، هنا غيعطيني زائد لا نهاية. خصني نحسب كذلك F ديال ناقص واحد على جوج. إذا كنعوض، هي 4 في ناقص واحد على جوج الكل أس 3 ناقص 3 مضروبة في ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج. إذا إلا حسبنا هاد التعبير هذا فغادي تلقى 3 على 2. إذا بنفس الطريقة كنحسب F ديال 1 على 2 اللي غنلقاها كتساوي لنا ناقص 1 على 2. إذا هذا هو جدول تغيرات الدالة. دابا ندوزو للسؤال التالي اللي كيقول لنا استنتج أن المعادلة F لإكس تساوي صفر تقبل 3 حلول فعال، يعني 3 حلول فقط. إذا نذكركم بمبرهنة القيم الوسيطية. إذا مبرهنة القيم الوسيطية في الصيغة الثانية ديالها، لأن كاين الصيغة الأولى اللي فيها جوج شروط وكاين الصيغة الثانية اللي فيها ثلاثة ديال الشروط. إذا الصيغة الثانية خاصها تكون F متصلة. إذا كانت عندي F متصلة على E و F رتيبة قطعا على E، يعني إما تزايدية أو تناقصية، وكان عندنا واحد العدد ك ينتمي إلى الصورة ديال اللي هو F لـ E، إذا شنو هي الاستنتاج؟ المعادلة F لـ X تساوي K تقبل حلا وحيدا في E. ففي حالة إذا كانت عندنا F لـ X تساوي صفر، راه كتكون هي صفر. إذا نحاول نطبقوا هذه المبرهنة على الحالة اللي عندنا. إذا نبداو بأول حالة، إذا هي هذه. عندنا ثلاثة المجالات،
إذا غادي ندرسو إف على المجال ناقص لنهاية ناقص واحد على جوج، إذا إف متصلة على إر لأنها دالة حدودية، إذا إف متصلة على ناخدو المجال ناقص لنهاية ناقص واحد على جوج، إذا إف متصلة وتزايدية قطعا وتزايدية عبرو لي غير بسهم على ناقص لنهاية ناقص واحد على جوج. الصفر تنتمي إلى إف ديال إيش؟ ديال ناقص لنهاية، إذا هنا مجال مفتوح ناقص لنهاية ناقص واحد على جوج. الصورة هذا المجال هي هو الشيء اللي حاسب هنا، إذا هو ناقص لنهاية ثلاثة على جوج. إذا الصفر راه كينتمي ناقص لنهاية ثلاثة على جوج. إذا شنو هو الاستنتاج؟ اف لي اكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص لنهاية ناقص واحد على جوج. اذا بنفس الطريقة غادي ندير المجال الثاني، اذا اف متصلة هنا تناقصية على هذا المجال وتناقصية على المجال ناقص واحد على جوج واحد على جوج. عندنا كذلك الصفر كتنتمي للصورة ديال هذا المجال اللي هو ناقص واحد على جوج واحد على جوج. الصورة ديال هذا المجال هي هذه، هي ثلاثة على جوج. إذا بما أنها تناقصية كنقلب كنولي ندير ناقص واحد على جوج ثلاثة على جوج. إذا الصفر كينتمي لهذا المجال. إذا شنو هو الاستنتاج؟ المعادلة اف لي اكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا في ناقص واحد على جوج واحد على جوج. قالت لي الحالة الأخيرة هي هذه على هذا المجال، إذا اف متصلة وتزايدية على واحد على جوج زائد لا نهاية. إذا عندنا صفر كينتمي للمجال أو صورة المجال واحد على جوج زائد لا نهاية. صورة هذا المجال راهي هذه، هي ناقص واحد على جوج. إذا هنا ناقص واحد على جوج. إذا بما أن التزايدية كنحافظ نفس على نفس الترتيب، إذا زائد لا نهاية. إذا شنو هو الاستنتاج؟ اف لإكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص أو في المجال واحد على جوج زائد لا نهاية. إذا شحال لقينا ديال الحلول؟ لقينا حل وحيد في هذا المجال، اف تقبل حل وحيد في هذا المجال، اف تقبل حل وحيد في هذا المجال هذا، وبالتالي بالمجموع اف تقبل ثلاثة حلول على R. إذا F يعني F لX تساوي صفر تقبل ثلاثة حلول على R.